يا مرحبا مرحبا مليون، حيهم. حصلت شيء جميل في اللعبة، حطيت كاميرتين هيت سيناري، حصلت في الكاميرات في الكاستم، فقلت نحط شوي سكرتي حق زوار الحديقة، اي حد يسرقهم ولا شيء بعد ما نعرف منو سرقهم. يوسخون المكان. لحظة، لا توسخون يا جماعة، لا توسخون. النظافة شيء مهم، والله النظافة شيء مهم، المفروض ما توسخون، عيب عليكم. باث اكستراز حطيكم عندي انا، جسم الحبيب ما ينظف، والله الحبيب ما قاعد ينظف. واه وين صرت انا؟ اللي ياكل لو سمحت يعني، يا طيب يعني اذا بتاكل هني يعني خليك نظيف. هني يطلع من الحمام بعد تعقلنا سماش شوي. المدخل نص نص، بس حلوة الدرامات الصراحة، عيبتني انا اشكالها حلوات. زين انا عندي جنريتر، وينه يا سيدي؟ خسارة نحن ترى، على فكرة عندي جنريتر صح؟ هي عندي منظف صح؟ طيحني بعد نظف. الناس ترى ما تنظف وراها، قاعد يوسخون الدنيا. شوف شوف شو العالم هاي، شو العالم هاي، تاكلون ولا توسخون؟ حاطين لهم هني على الممرات، ما اعرف يعني ما يخطر ببالهم يعقون شيء الا في الممر صح؟ هني طبعا زحمة بيكون، سوي لهم زحمة اكثر لو اني نبقى مكان هني. حلو مكان حقه، وهني الوسخين. لو سمحتوا لا توسخون، على مسخة يابا، على مسخة والله. لهم زباير بعد ما يبون دخلتي في المكان. يو مكان يلسى الصراحة من الآخر. أبى أمد الحديقة شوي سيدي، وأحط لعبة ثانية. أنا حطي لعبة ثانية، لعبة ثانية. بس قلنا الممر بنكبره بنسوي عود، بس هني هذا أحسه بيخرب الدنيا يعني، مش عملي أبدا. هذا لازم أغير ترتيبه يمكن، بس بوصل هالشارع هذا لأن الشارع داخلي، وصله في الشارع الأساسي عشان الناس تقدر تمر، وسوي لعبة ثانية وراها، سوي شارع أساسي. ما بشي سيدة يعني بنمر. زين الحين شو ترتيب الحديقة مالنا؟ بنسوي شيء، بس تعرفون شو خاطري؟ خاطري أجيب تفرع من النهر هذا روم، ولا ورا الخط؟ خلنا نشوف. ماروم نزل؟ لا ماروم، بعتبر ان في نفق مهني ونهر يمر. حلو، خلنا نحفر. ونهر مهني يمر تحت الشارع، ما يستوي نبى شي تحت الشارع يعني، اذا ممكن يعني. مكان يبالو هذا يعني، وحركات بنحط نهر هني. ماروم تقرون مد الصوب الثاني، زين خلنا نمد الصوب. اذا استوى زين، اذا ما استوى عادي بنعبي الاثنين مي. يستوي، شفت اوبشن مي هني، وعجبني الاوبشن الصراحة. اوكي ممتاز. اخلص لين هني اظني سده، هذا اظني سده. خلنا نسوي شوي مكان اخضر، نعمل مكان شوي
بس اللي مر هني ما بيطيح. خلنا نشوف، ان شاء الله ما حد يطيح، ان شاء الله ما حد يطيح. اذا حصلت حواجز زين، اذا حصلنا حواجز يكون وايد حلو الصراحة، لان يكون هناك شيء نخل، فشكله بمشي على الثيم سوي نخل هني. هالبرشة ما بخلص لين باكر. انزين، هاي مر فوق النهر نفس ما بغيت، وني بلعبة بنحط اللعبة وين ما ابغى. هالكبر مر حق شو، هالكبر مر حط اللعبة هني. لحظة، ايوه هذا ممر. حط لي حواجز، يعني لو امسح هذه زين ويب الترين نفسه، صغر الفرشة ونحفرها. وين صار هذا هو؟ لحظة، الفرشة وايد صغيرة هاي. اوب والله سويت حفرة هني من الخاطر. اوكي ما عليه، تعبى ماي مو مشكلة. وبني بشارع ايه الحين شكله اوكي. شوفوا حتى نفس الجسور حاطين فيه القطعة هاي، الحين اوكي. عبى مي، وين ترين؟ هذا هو المي، ماي ستاندنج ووتر، رف ووتر، كام ووتر. لا نبى مي، ما مرمع بي اكثر. زين انا بعبي اكثر. زين انا بعبي اكثر، ليش ما تخلوني؟ ايوه اوكي استوى. اوكي هو مشكلة ما في شيء. يحصل لي اقدر اسوي شلال، يحصل شيء اسوي منه، ولا اطلع ماي من هني بيكون فنان. المهم ابا شو اسمه، رايد سريد، رايد حلو يكون، يعني ابا اللي هني يشوف اللي هناك، ولا اللي هناك يشوف اللي هني. هني مجموعة رايد صغار حلوين. كم سعر الرايد هني؟ سؤال في له سعر هني، تسعيره 4 دولار، لان بناس سوي 2 دولارز، 3.5 دولارز. انزين طبعا كالعادة بني بنحط صبر. اول شيء خلينا نحط الرايد، اول شيء رايد، وبحطي على الممشى هذا بحطي وايد رايد. الشوارع بعد شو هذا الفورج؟ هي لا ابى شيء هادي حليو حق صغارية. بقويل ما بقويل، كوسترز ما نبغى، ما عندهم رايدز. بحصان ولا هاي اللي هي؟ هذا حلو، هذا فنان. تعقى هني حلو، تحط المدخل من الناس اللي تهني، وتحط المخرج للصوب الثاني حتى ما يكون قريب. ان هذا مدخل، هذا مخرج، كونكت انترست باث، نسوي طابور شوي. انا اتوقع هالالعاب تكون مشهورة شوي، بحطي في الوسط شوي سامان حكم بعد اساس انه يشوفون، بحط لهم شوي سامون. هذا لا 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 الله يهداك، يطلع ما على طول على طول. روم بطلها، خلا نبطلها. ليش 5 دولار؟ خلا دولار. واصلا انا حاط انليمتد موني، يعني المفروض ما همني. انزين نفس المرة الماضية بنحط حكم، حس ما يوسخون الدنيا. اكتشفنا نحن في السلسلة ان الجماعة هني خليهم شوي على راحتهم، يبون العيد لازم نحط لهم شوي اساس يتمون نظاف، يعني شغلتهم شغلة. هاي زبايل الحكم بنشز هني، لا هني برع، هناك مش تحت، مش تحت ليبل هذا. نحط لهم هني يقعدون العالم.
لازم نسوي لهم جلسات وهذا يطمشون قاعدون يسولفون. فإذا قعدوا يبالهم مكان يعقون فيه وسخ، وأنا ما باهم يعقون وسخ على منو على نحن. وين تبغى كم؟ أيوة هذه عندهم، هذا سيستم قديم. بحطي هني كرسي الحين، صبر. هني سيستم أولي قديم رومانسي. يبالا هذا حق الممر هني اثنين. طبعا خلنا نشوف كاميرات، نحط كاميرا حق الامن والامان، الامان العام اساس يحسون بالامان، لازم يحسون بالامان، اهم شيء الامان. نيليت ها والله قاموا يقعدونه. الثيم وايد حلو، الواحد يكون عنده ثيم يمشي عليه يسوي فرق وايد. وهني اتمنى اروم احط دكان، اتمنى اني ما جبت العيد ووايد صغير. بس شو دكان هني يباله؟ يباله بيتزا صراحة. هذا جو رايق، هذا الصراحة جو بيتزا، جو بيتزا. في شي بيتزا عندي؟ برجر برجر برجر، كل مكان برجر، مش بس عندنا، حتى في الألعاب. في حد عنده بيتزا يا جماعة؟ ما حصلت فيزا. يلا حطي بايرت فود. يلا فيلم رعب هذا، مو مطعم. حطيه هني. هني انا حصلت شيء عجيب. وين صار باث اكستراز؟ لا مش ارت شيبس. سبيشال افكتس كان، يمكن كان بلو برنت، حتى كان نفس ورست. على فكرة هاي اشكال ترى، بس يعني شوفوا هذا بس شكل. لحظة خلنا نكنسله. حصلته هذا، شفته هذا. حطي قراصنة هني عند الباب، وعندهم هاي اللي ضربوا معاهم. والله هو مخيف هذا اكثر منه زين الصراحة. انا اشوف صراحة يعني، بس اوكي اوكي اوكي. على هذا بنحطينهم شو اسمه، مي مالح، عرفتوا هذا هني شير شير. شير شير اطول شوي. لا هاي الموبايل كان بيخرب الثيم. هي كل منطقه تمشي نوعا ما على ثيم، لكن ان الواحد لازم يكون شوي مخطط عشان شو يسوي. يعني ابو النهر هذا بينتهي مكان. زين بيتيه مكان، ما زدنا مكان. شو بزيد؟ بزيد مكانك حقه، بزيد سيكوريتي حق المكان هذا، بزيد واحد ينظف المكان هذا. في اثنين اوريدي هني ولا لا؟ هذا اثنين هي، في واحد كان يتمشى. اوريدي حاط لهم زبايل عشان ما يخيسون المكان، لكن ما نتضمن العالم. بعد بي حد وبيت فلسف، في سيناري فيها مستانسين، فيها تسوي السفينة اللي شفناها حلوة الصراحة. هالمكان ليش تم فاضي اصلا؟ نبا نخرب عليهم، حطيه في المكان الصعب هني. بعد برجر؟ لا ذاك ما كان برجر اللي حطيناه. اوكي هذا يباله السيناري هذاك الصراحة. اثنين بعد بيكون شيء مضبوط. خلينا نشوف شو مدافع عندنا، بيكون شيء الصراحة. هاي الحلوين بس ما بحط قدامهم مال الجيش. لا
هاي البس يطلقون صوب الناس. انا ما اعرف يخوفهم ولا اخليهم يستانسون. صراحه قمت اشك في الموضوع، والله قمت اشك في الموضوع الصراحه. هذا بيكون حلوين هني ورا هذا، يكون في اثنين. والله رقم واحد، شوفوا مكان حلو، بس شو المشكلة؟ المكان وايد سيده. لا انا بنرفع شوي، نرفع البرش سايز، نسوي هني مكان ونعقه هنا شوي شير بعد زياده. طبعا بسوي له سموث هني، لازم شوي باب التغيير. هني بنحتاج ايش اسمه، شو وين البلو برنت؟ كان في شير فنان هني هايل. ايه مكانهم هذا، هذا مكانهم. شير، شوفوا شوفوا المكان قام يزحم. بس نبار لعزكم حمامات بايرت خلاص، كله كله شغل قرصنة الحين، ما في مزاح. خلاص بدينا قرصنة، نكملها قرصنة. هاي اللعبة هاي بيجي فيها العيد. أنا لعبة يعني مبدأها حلو الصراحة، كمية التعديل ولا هذا اللي فيها مش طبيعية الصراحة، وايد عيبتني. بس كإيكونومي ولا كمانجمنت أنا ما أضمن لكم شيء، لأن أنا دشيت هنا الحين أنا لمتد أبى أسوي حديقة حلوة وأتوكل يعني. بايرت فورستيت، بايرت يا الظالمين. خلينا نحط لهم يمكن حد يستوي في شيء هني في المحفل الحديقة. فرست ايد بيكون شيء مضبوط. وبايرت تويلت حطينا، نبغى درينك شوبس، فيري درينكس، درينكس بنحطيه هني لأنه أصلا على البحر ومكان من والدينا الصراحة. هذا المكان، هذا المكان بيكون فيه درينكس هنا، مشروبات بيكون فيه. بس المكان يعني شو يوم يتوسع شوي شوي. كم واحد عندنا في الحتة؟ 288 تويلت بلوك. هنا بواجه مشاكل ثانية، أنا أعرف هالشي. شو أخبار الموظفين مالي؟ في حد زعلان؟ ما اقدر اشوف الحين. شوف تركنا الشبس، والله قاعد يربحون يعني، مش انه ما قاعد يربحون، بس الستاف ما اقدر اشوف. انت اول الستاف اوكي، ليش شيبا لو؟ شو اللي لو؟ وركلود لو اوكي. بس انا شو ابو الجانيتر ولا الميكانيك؟ كم ميكانيك عندي؟ اثنين صح. هذا برقي بسوي 350 اوكي، بعطيهم كلهم ريز 5 5 5 5 5 5. بزيد رواتبهم شوي. زين، في ورك سكجول تنا توي شفت، وصراحة ما بدخل في الموضوع هذا، مش انا ورك سكجول ما بخلص عادي والله. ما في هني نافورة مال خراسنة؟ عيبني سالفة الخراسنة انا. اوه هذا شيء من الاخر الصراحة، من الاخر. يستاهلون حلوين، يطالعون منظر حلو، يستاهلون. بس نبقى مكان طيب، والمكان انا زاح منه تراني.
ارتاح منه من الخاطر، فبيكون يكون هني هو المدخل، الحديقة، ماي، شيء طيب. وعنده شو بحطي؟ هذا من كاستوم هيستوري كالعادة، زبالة، في ليتات، هو خلاص ما بخرب ليتات الرومانسية. كرسي بالعكس، كرسي هذا يستاهلون ليت، هذا ممر لازم يكون منور أسرع. هذا تقاطع، شوفوا هالممر مش منور، بنحطه هنا، بنحطه على الجسر وبنزيد الليت هنا حبة. هالمكان بيبدأ يستوي زحمة شوي شوي، عندنا 300 وشي شخص في الحديقة. هاي كلها حق اللعبة الثانية. اللعبة الثالثة شكلها نسويها الحلقة القادمة إن شاء الله. نال الحلقة شوي نحن طولنا وما خلصت، وبعدها بسوي شوي شغلات فيها. اللعبة تشجع الواحد إنه صراحة يشتغل عليها، لعبة تشجع إنه واحد مسوي. مشكلة الألعاب النفسية ما تعرف الواحد، ما يعرف متى يخلص متى يعني السلسلة ما لها تيم معين، متى ما الواحد يحس انه خلاص سوى اللي بخاطره معناه خلاص السلسلة هاي بتكون خلصت. فما اعرف احدد لكم سلسلة كواك هذا، اي دونت نو الصراحة. خلهم يشوفون شو يحس يا اخي. احصاء العودة انها موجودة، طلع اكثرها هاي هنا. نجلبها شوي بالعكس، حطي هاي في الوسط بالعكس، أيوة لا تطلع هني، أنه يكون شيء ماسك الحصى العودة أحس كأنه قاعد يطير، ما عيبني الوضع. ف يكون في تحت الأرض بعد حصى، هذا بيمسك الثانيات. شوفوا المنظر مهني، شوفوا وين دشيت انا، وين دشيت، كنت علقتها. اوكي شوفوا المنظر من وين الناس واقفه هني، منظر حلو الصراحه، بس وايد طلق نار فيه الصراحه. هذا ما اعرف شو وضع طلق النار انا، بس بايرت ما يبقى لهم هايل، يبالهم. انا كنت مار على شيء وعيبني الصراحة. ايوه هايل، كان شيء جميل، انكر كان عندهم، بس ما اعرف وين مريت عليه الصراحة، ما اعرف وين مريت عليه. في فاير ووركس، ها نايس. في شغلات حلوة صراحة تشجع الواحد انه يحطيها يعني، بس يبالها مكان مناسب. يعني وايد شغلات جميلة، شي تماثيل، شي فير ووركس كبار، يبالها. تصدقون هذا وين يبالها؟ هني بس مش هذا، في نص الحديقة جميل، بس هذا ياس يطلع برا ترى. هذا بعد الوحيد اللي يمكن فت هو هذا هنا، يكون حلو الصراحة. عندنا فاير ووركس في نص الحديقة، شوف كل ما بأخلص شوي أحصل لشي ثاني أسويه، كل ما بخلص شيء احصل شيء ثاني ابغى اسويه، ابغى شيء يمنعهم الجماعه انه يدخلون. اظن حق هالحلقه كفايه اللعبه الثانيه،
وان شاء الله تكون عجبتكم المسلسل الحين، دقوا لايك سبسكرايب ان شاء الله عجبتكم وفولو وكل شيء زين وكومنت، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه.